الراجل بيب جوارديولا راح الاقصر ولقى فيه بورتريه كده في ايديه عليه صورته، رسام مصري جميل رسم له الصوره واديها له هديه. ايه حكايه الصوره دي بقى؟ حكايه الرسام الجميل ده اللي كمان هو كمان شرفنا بصوره شكلها حلو وفرح بيب جوارديولا. اهي بص المنظر، يعني انبسط بيب جوارديولا وبسطنا معاه، واكيد هو كمان انبسط بالصوره دي، واكيد احسده على الصوره دي. عمر ياسر ابو الفضل الرسام المصري صاحب هذه الصوره معايا عبر الهاتف الان. يا عمر مساء الفل، مشرف ومنور. الله، مساء الخير عليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. انا مش مصدق اللي انا قاعد قدام حضرتك. يا حبيبي ده شرف ليا، ده شرف ليا. قولي الاول، قولي الاول ايه حكايه الصوره دي؟ جات لك الفكره ازاي؟ واديت الصوره دي ازاي لبيب جوارديولا وازاي قدرت توصل له؟ لا هو والله يا عبد الله اخويا صاحب الفضل هو الاول. احكي لي بقى. هو عبد الله اخويا كان متابع بيفت على طول سوشيال ميديا ومتابع، راح بيقول لي من فتره امبارح كده بيقول لي بيب جوارديولا قاعد عندنا هنا وجاي بكره الاقصر، حاول ترسم له رسمه ونروح المعبد ونقابله هناك. فانا رسمت الرسمه وعلى يقين اللي انا ممكن اشوفه، مش متاكد بس يعني حاجه من المليون اللي انا ممكن اشوفه على امل يعني. بالظبط كده. اه فرحت الحمد لله ولقيته هناك. اول ما لقيته جريت عليه على طول، راح الحارس الشخصي مرضيش اللي انا اتصور معاه. رافض اللي هو يتصور. قال لي ما تصورش مع حد من مصر خالص ومش هيتصور مع حد خالص الرحله دي. فاصريت عبد الله اخويا اصر عليه، قال له معلش عشان نفرح، ورحت اداله الصوره. اول ما شافها انبسط خالص وعمل كده ايموشن جميل خالص على وشه. هو والعيله بتاعته. اللي هم فرحانين يعني خالص. اول ما شافوه على طول انبهروا، اميزنج ثانك يو، وانبسطوا خالص معانا. وانت قلت له ايه؟ لا انا قلت له ثانك يو ويلكم بس كده. طيب هو لما شاف الصوره انت جريت ندهت له وهو شاور لك تعالى، ولا انت وصلت له ازاي؟ يعني التفاصيل دي مهمه. انا جربت من عنده وبعدين طلعت الرسمه. وريتها له من بعيد عشان في حارس واقف. بالظبط كده. نده لك بقى. اتفضل يا عمر. اول ما جربت من عنده بالظبط رحت اديته الرسمه. لا هو انا بس شوف التفصيل اللي انا عايزها. انت دلوقتي انت بعيد عنه شويه. وريت له الرسمه من بعيد فدخلت له، ولا انت كان الرسمه باينه اصلا فانت دخلت له ووريته الرسمه؟ لا انا اساسا ما وريتهوش الرسمه من بعيد. انا لما جريت عنده طلعت الرسمه من الشنطه. طلعتها. فاول ما شافها قال لك اقف وتصور معايا. بالظبط زي كده. الحارس الشخصي كمان راح هو قال له لا سيبه وبتاع، وتصورنا مع بعض. واتصورت معاه. بالظبط كده. انت ازاي بقى رسمت الصوره الحلوه ديت في اقل من 24 ساعه؟ بترسم بسرعه قوي انت شكلك باين. لا انا في الرسومات يعني مش باخد فيها وقت، بس دي ما خدتش فيها وقت لاني مبسوط في الرسمه وعلى يقين اللي انا اقابله، فخلصتها بسرعه وطلعت بالجمال ده زي ما انت شايف. انت اصلا بتشجع مين في انجلترا؟ بتشجع بيب جوارديولا اصلا ولا بتشجعوش؟ انا بشجع من بلد ليفربول، بس يعني لما اجي بيب جوارديولا افضل مدرب في العالم هنا. أيوة. اكيد لازم يبقى ليه اهتمام. ما فيش خلاف يعني. بالظبط. احكي لي الصوره دي عملت ايه في المنطقه وفي البلد وفي العيله وفي الحياه كلها؟ دي صوره تاريخيه. هو عامه بيب جوارديولا قاعد في الاقصر ده عمل دوشه جامده خالص. اول ما اتصورت بقيت بقى التواصل الاجتماعي كله السوشيال ميديا كلها شغاله بتنزل. انا من اول الصبح لغايه دلوقتي انا مش مصدق اللي بيحصل. صح، انت حدث دلوقتي، انت اشهر مصري دلوقتي. مين صح؟ انا ببص على كل شويه الف ابص على الصوره كده واقعد احسد فيك يا عمر، ربنا يديك الصحه يعني. انت متصور مع بيب جوارديولا. الصوره دي عظيمه عظيمه جدا. انا عارف ان انت رسمت قبل كده صور لعظماء اخرين زي محمد صلاح وكريستيانو، مظبوط؟ بالظبط كده. رسمته، عرفت توصل لهم الصور ولا ما عرفتش؟ لا ما عرفتش اوصل لهم. اتفضل. ان شاء الله بس احاول انا اوصل لهم بخلال حضرتك. واهم حاجه محمد صلاح. محمد صلاح اكيد لازم. الصوره دي بعد كده بيب جوارديولا روح بيها صح ولا سابها لك بعد كده؟ اديتها له. ايوه روح بيها. تخيل هيبروزها اكيد ديت ويقول لك انا خدتها من مصر. ايوه بالظبط. ايوه خدتها من مصر. يا عمر انا بشكرك شكرا جزيلا على الرسمه وانك شرفتنا وان خليتنا صورتنا تطلع شكلها حلو كمان، وان الراجل يبقى مبسوط كمان في مصر بفضل حاجات صغيره او حتى كبيره زي ديت، بس يبقى شيء رائع
جدا. الموضوع حلو